بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبعد. إذا هنتكلم عن مفسدات الصوم المادية فلها إطار، والمفسدات المعنوية لها إطار. المفسدات المادية معروفة: الصيام الإنسان يصومه عن شهوتي البطن والفرج، يعني بيصوم عن الأكل وعن الشرب وكل اللي في معناه التدخين بقى وخلافه، وبيصوم عن شهوة الفرج، يعني لو متزوج يبقى الجماع ما يجمعش امراته. ده المادي. طب المعنوي بقى: فساد الأخلاق. فساد الأخلاق تفسد الصوم. يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الغيبة، النميمة، الكذب، الخيانة، النظرات، الفحش والفحشاء والبذاءة، الهمز واللمز، كل ما هو سيء منه عنه خلقا يفسد الصوم معنا. الصوم صحيح من حيث انه صحيح، ما لهوش قضاء ولا حاجة، لكنه أفسد الصوم من حيث المعنى، ما لهوش ثواب خالص. واحد بيكذب في رمضان، واحد شهد شهادة زور، واحد نظر نظرة فاحشة إلى امرأة، صحيح ما حصلش إنه أنا آسف أمنة فلم يفطر، فالصوم من حيث الفقه صحيح لم يفطر، لكنه بهذه النظرة للأسف أذهب ثواب صومه، بهذه الكذبة أذهب ثواب صومه. فبالتالي أقول الفساد المادي يعني يتحقق إذا أكل الإنسان أو شرب أو جامع. الفساد المعنوي بفساد الأخلاق. ربنا يعافينا من الاثنين.